ليش في نساء متزوجات ماخذين حريات كبيرة من أزواجهم؟ لأنه أزواجهم في الغالب عندهم توازن الأنوثة والذكورة وتكون برضو هي عندها توازن الأنوثة والذكورة، لأنه ترى في كثير من الأحيان اللي يحصل على الحرية أكثر يقدر مسؤولية هذه الحرية، مرات تسمعين أشخاص يقولك أنا لو كنت حر لا سويت ولا سويت، تقول بسم الله أشون ما عند الحرية، كان قلب الدنيا هذا، كان يعني وين 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 وصل في الفساد والإفساد والاعتداء وال وأشياء اللي مو طبيعية. فبرضو المسؤولية يعني اختبار مرتبط بالحرية وتوازن الأنوثة والذكورة وتحرر الرجل من نجوم المجتمع. يعني في رجل محتاج نجمة من أمه وأخته وخالة وجدة وعمة وأبو الجيران وأصدقائه، فبالتالي كل النجوم هذه عشان يحصل عليها يعني يحتاج يسوي الواجب مع زوجته ويعني يحط لها قصص واشتراطات وكذا. بس يجي رجل أصلاً يعني ولا يعني تعني لأي نجمة، لا نجمة أبو الجيران ولا نجمة الأصدقاء ولا نجمة فما في نجمة أصلاً مهمة بالنسبة له، فيفكر يعني بالمنطق السليم، ما يفكر بالوعي الجمعي وورطة النجوم هذه. فبالتالي يكون فيه يعني مساحة أكبر من الحرية مع بعضهم يعني كلهم. صحيح حتى أبو الجيران الحين يعطي نجمة ولا يسحبها. طيب ناخذ آخر سؤال، نبغى سؤال خنفشاري يا جماعة. حبيبتي سوسي تقول العلاقة ابتلعتني كالرمل القاتل ولا أستطيع الخروج. يا حبيبتي الله يقويك، الله يقويك ويسر أمرك. ما أعرف وش النقطة اللي أنت تشكين منها، بس قلبي معك والله يقويك، وإن شاء الله يعني نضيء لك لمبة. خليك معنا في إنستغرام لايف، ممكن تنتبهين أو تنتبهين على نقطة معينة تسألين عنها، نقدر نقدم شيء. الجوهرة حبيبتي تقول ليه دائما ينجذب لي اللي ما أحبه واللي أحبه يهرب. والله فيه حديث اجتماعي أنه هل يعني تقبل بمن يحبك أو تقبل بمن أنت تحبه، سؤال جدلي كثير سمعته في مجالس رجال ونساء، أنه وش الخيار إذا كلنا يعني ما عندنا خيار أني أنا أحب هو يحب، إيش الخيار التالي أنه أنا نحب أكثر ولا أحب أكثر. عموما دائما أقول طرف واحد كافي، طرف يعني في واحد عنده طاقة حب، عنده يعني نظرة متفائلة لهذه العلاقة، وطبعا يعني مو محتمل كبير انها ما تكون الحب اللي احنا نتكلم عنه، قد تكون هي قصة اعجاب يعني في الغالب. بس ما دام في واحد حامل الموضوع هذا فهو يقدر يعني يوصل لمكان ثاني، ولا يمنع انه الطرف الثاني ما عنده ذات الشغف والدهشة. اوكي، في طرف مدهوش وفي طرف دهشته أقل، فما يمنع يعني بالعكس يعطي توازن للقصة ويخلي القصة هي قد يعطيها يعني استمرارية أكثر. لكن الشيء برضو أني أخشى أنه يكون عندك أنت معتقد للموضوع، أخشى أنه أنت عندك معتقد أنه اللي أحبهم يهربون، اللي أحبهم يهربون، اللي أحبهم يهربون، فتكونين يمكن صارت مرة واحدة أو سمعتي قصة فأنت بنيتي عليها وعقدتي الموضوع وكبرتي وصار معتقد، وبالتالي لما يصير معتقد يصبح حقيقة، والحقيقة موجودة على هذا الواقع تشتغل. يعني هي بدت هناك في ذلك البعد لكنها خلاص أنت جليتيها على أرض الواقع. وأخشى برضو أنه ممكن يكون عندك أنه أنت هالطاقة الكبيرة اللي تقدمينها تخلينهم يهربون، هل هالشعور الكبير تخلينهم يهربون، زي ما نقول يعني فائض احتمال، طاقة أكبر من مما يتوقعون، فما يقدروا يتصرفون فخلاص يمشون. لكن عموما يا الجوهرة بعد كل هالقصص وبدون تفاصيل وبدون تعب، اللي
يمشي الله يسر دربه باي باي، اللي يمشي مع السلامة. ها أي واحد يمشي تراه غير مناسب، خلوا يمشي رجالا ونساء، اللي بيفتح الباب ويطلع الله يسعده باي باي، تراه خلاص غير مناسب غير صالح انتهى مش مهم، وكل شعورك اللي موجود والتعلق والحب وما أعرف إيه هذا قصص مع نفسك ما لها دخل هو فيها، أنت تقعد تحضر الكورس تقرأ الكتاب تحضر ترتب الموضوع وكذا وتضبط، هي قصص داخلية هو ما له دخل، هو مو مسؤول إنه يطبطب عليك، مو مسؤول إنه يضبط حالة الحب وحالة العشق والهيام والدهشة والانجذاب والرغبة الجنسية مو، فأي واحد يفتح الباب على طول قل له باي 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 باي. ما في أغنية يا جماعة كذا فيها باي باي؟ ما في أغنية يعني ما عندكم أغنية يا جماعة؟ ما في؟ أيوة المركب اللي صح اللي تودي ما ترجعش. مع السلامة اللي عايز يمشي، مركب اللي تودي ما ترجعش. شوف مين حمو بيكا. خلنا نختم جلستنا مع السلامة، اللي يبغى يهرب يهرب، باي باي. هذي يبقى مع السلامة اللي عايز يمشي. هذي شكلها مين هذه؟ ها بالضبط. شفتوا يا جماعة باي 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 باي، اللي مشى مشى، انتهت رسالته، انتهى درسه، انتهى دوره، مشاعره راحت معاه، قصته راحت معاه، انت تقعد مع نفسك ترتب نفسك وتنتهي القصة. طيب يا جماعة أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا، لا تنسوا نية هذا الشهر خلفية الجوال الفيلم، عندنا 7 كورسات موجودة على الموقع smoya369.net، دايزي، سلستي الوعي الأنثوي، الطلاق، التعلق، الخيانة، الغواية، الحياة السرية للبشر، كنا ما تكلمنا عن الحياة السرية للرجل كنا ما تكلمنا عن الموضوع. طيب يا جماعة أشوفكم بكرة، تصبحون على حب.